برعاية وزارة الثقافة، مهرجان الثقافة ببيتك قدم أمسية موسيقية بأغاني وطنية وهوية سورية بمشفى المواساة بدمشق بمشاركة فرقة دولام شهاب، لتصل رسالة المحبة والشكر والتقدير للجهود التي بذلت من الطاقم الطبي خلال جائحة كورونا. نحن جزء من احتفالية وزارة الثقافة ببيتك، فنحن فرقة مشاركة ضمن هي الاحتفالية الكبيرة أو هي هذا المهرجان اللي عم يصير بالمشافي، اللي هو عبارة عن بطاقة تحية للكادر الطبي وقف بوجه الوباء اللي كان منتشر بالعالم. اليوم هو نحن عاملين إنه حنقدم بعض الأغاني، تمام؟ هن شكر للكادر الأطباء إنه هن قديش عم يتعبوا قديش عم يعطوا كتير، فنحن عم نعمل هذا الشيء البسيط يعني نحن بنقدر عليه إنه نغني لهم مثلا، ممكن نفرحهم يعني كتقدير لشغلهم. فعليا نحن بس كنا موجودين لحتى نقدم لهم شكر بطريقتنا الخاصة اللي هي موسيقى، كانت عبارة عن موسيقى جاز فيها شوية شرقي بس يعني قالب جاز، ويعني كان هيك بكل بساطة قدمنا هذا الشكر. أجواء كتير حلوة وظريفة، يعني موسيقى هادية متناسب جو المشفى، يعني أكيد في مرضى وهيك، وإلى كتير أكيد دور أنه الواحد يحس أنه في يعني جهده مقدر من قبل الآخرين. الله يعطيهم العافية ونشكرهم. أجواء كان كتير حلوة اليوم بظل جو المشفى اللي فيه كله تعب ومرض وناس تعبانة، هاي الأجواء بتعطي راحة نفسية، العلاج النفسي أساسي بعلاج أي مريض، والموسيقى أكيد جزء مهم بالعلاج يعني النفسي. نحن أول شيء بدنا نتشكر وزارة الثقافة إنه هي تذكرتنا بظل هالوضع اللي نحن عايشين فيه، بالأزمة اللي نحن عشناها بالمشفى يعني اللي ما حدا أبدا حس فيها، انضغطنا كتير بس الحمد لله، وكتير الحفلة حلوة يعني بتعطي هدوء كتير وأمل هون للمشفى. ركزت الأمسية على الرسالة التاريخية والحضارية والإنسانية لسوريا، ليحمل هذا الحفل أمنيات المحبة والسلام والصحة للجميع.